مرحبا معكم Creative Aid. اليوم سنريكم طريقة سهلة وسريعة لعمل السمك بالأرز. نبدأ أولا بوضع زيت للقلي على النار، ونحتاج إلى 1 كيلوغرام سمك، ثم نقلي شرائح السمك بالزيت. وعندما ينضج ويتحمر السمك سيصبح مقرمش ولذيذ. ثم نقطع بصلتين متوسطتي الحجم إلى مكعبات، وفي قدر آخر نضع زيت، ثم نضيف البصل. بعد ذلك يقطع السمك عشوائيا، ثم نضيف السمك إلى البصل المحمر، ونضع ملح حسب الرغبة، ونضيف فلفل أسود حسب الرغبة أيضا، ثم نضع توابل السمك وهي موجودة عادة في الأسواق، ونضيف ماء ساخن، ثم نضيف الأرز ونتأكد بأن الماء قد غمر الأرز تماما. بعد ذلك يقلب ويغطى ويترك على نار منخفضة لينضج، ثم يقدم مع السمك المقلي والليمون، وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم، لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني، وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.